الفنانة جمانة مراد، واحدة من أجمل الوجوه اللي عرفتها الدراما العربية وتحديداً السورية. ممثلة تحسن اختيارها وانتقائها للأدوار من أول ظهور لها في مسلسل بقايا صور والعين صارت عليها، لكن لما طلت على المشاهدين بشخصية الدرقاء في مسلسل البواسل الكل أجمع بأنها القادمة بقوة، ومن يومها حبها الجمهور الكويتي وصارت قريبة منه. طبعا جمانة تعتبر أول فنانة في الأعمال المشتركة الطويلة في مسلسل مطلوب رجال، وهي أول فنانة شاركت في مهرجانات سينمائية عالمية مثل بلجيكا وغيرها. أيضا هي أول منتجة في الدراما السورية والعربية. القريب من جمانة يعرف أنها مزاجية، لكن مزاجيتها وايد حلوة لأنها ما تقبل بالظهور العادي من أجل الظهور فقط. جمانة الجميلة شكلا وخلقا حاصلة على شهادة ليسانس أدب إنجليزي من جامعة دمشق. عملت في بدايتها كمذيعة في تلفزيون عجمان واتجهت للتمثيل كعصفورة جديدة. جمانة ما اكتفت بالتمثيل وأسست شركة جمانة انترناشونال للإنتاج السينمائي والتلفزيوني والتوزيع، وانتجت مجموعة من المسلسلات والأفلام. ولأنها ممثلة محترفة ما تجامل نفسها في إنتاجاتها، لأنها ممثلة محترفة. حياك الله معانا الليلة في عسيف.